أكثر من نصف قرن، أي حوالي 60 سنة، قام عدنان وعادل الأصار برحلة كانت مفصلية بحياتهم ورسمت لهم مستقبل زاخر بسلسلة من النجاحات. ما حدا تصور أنه اثنين من اللبنانيين الطموحين رح يتمكنوا من الارتقاء نحو أفاق جديدة ويكونوا رائدين بتمهيد الطريق للعلاقات العربية الصينية. أما شهر أيلول من العام 2017 فقد توج سنواتنا الخبرة والعمل الدؤوب، إذ قام الأخوين الأصار بالسفر معا إلى الصين برحلة استثنائية من بيروت إلى الصين على رأس وفد من فرنسا بانك، وبدعوة من لو جينتشي السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. خللت رحلة الأخوين الأصار إلى نانشانغ زيارات واجتماعات مع كبار الشركات بجيانغشي، حيث تم البحث جديا بسبل التعاون الاستراتيجي بين لبنان والصين والتوقيع على مذكرات تفاهم بتأهل لبنان أنه يكون مركز رئيسي لمبادرة الحزام والطريق الصينية. وباليوم التالي توجه الأخوين الأصار إلى مؤسسة جيانغشي للتعاون الاقتصادي والفني الدولي للمساهمة بحفل إطلاق المنتجات اللبنانية بالصين. هالخطوة اجت بعد اعلان فرنسا بانك بتموز الماضي عن مغادرة شحنة من النبيد اللبناني وزيت الزيتون والصابون الى الصين باتجاه مقاطعة جيانغشي. اما المنتجات الرئيسية اللي تم اطلاقها فهي النبيد من شاتوك سارا، زيت الزيتون من جينكو، صابون زيت زيتون من مؤسسة سيفان، والمكسرات من الرفاعي. وتوجه عدنان أصار بكلمته إلى وسائل الإعلام الصينية والموزعين وخبراء نبيد وشركة جيانغشي الصينية للتعاون الاقتصادي والفني الدولي، وهي شركة حكومية صينية بارزة بجيانغشي، شاكراً الإعلام الصيني لإيمانه بقيمة ونوعية السلع اللبنانية وتمهيد الطريق لانطلاقها بالصين. ونوه الأصار إلى أنه وبالرغم من عدم توافر كمية كافية لتشمل السوق الصينية بأكملها، فلدى لبنان منتجات ذات جودة عالية بتلبي جزء هام من احتياجات الصين. وأضاف الأصار أنه شهد تقدير عالي من المستهلكين الصينيين للسلع اللبنانية، معبرا عن ثقته من أنه هيدي المنتجات وغيرها رح تشهد استحسان لدى الصينيين وبالتالي تصدير كبير النطاق إلى الصين. وباليوم التالي وبحماس ورؤية ثاقبة طار الأخوين الأصار من جيانغشي إلى مدينة كزيان الصينية. حيث رحب فيهم الصينيون بحفل استقبال رفيع جدا. وبصفته الرئيس الفخري لغرفة طريق الحرير للتجارة الدولية، تم تسليم عدنان أصار وشقيقه عادل الأصار المفتاح الذهبي لبوابات الطريق الحرير القديم بمدينة كزيان التاريخية، وهو أعلى تكريم يمكن لشخصية أجنبية أنه تتلقاه. ولطالما كان لمدينة كزيان عاصمة الصين القديمة ونقطة انطلاق طريق الحرير أهمية خاصة لدى الأخوين أصار. من هون تحدث الرئيس الأصار خلال قمة مشروع طريق الحرير اللي عقدت من 7 إلى 9 أيلول بحضور جميع دول حزام واحد وطريق واحد، مؤكدا بكلمته على الاستراتيجية من أجل بناء منصة SRCIC الرائدة لغرفة طريق الحرير للتجارة الدولية تربط بين جميع مجتمعات الأعمال على طريق الحزام الواحد. وكأول رجل أعمال عربي فتح المجال لانطلاق المنتجات الصينية بالعالم العربي، تعهد الأصار بمواصلة العمل بلبنان من أجل استعادة دوره كحلقة وصل رئيسية تربط الصين بالشرق الأوسط. خلل القمة اجتماع الرئيس الأصار مع رئيس الدولة السيد وانغ أوين مين، رئيس اتحادات غرف الصناعة والتجارة الصينية، ومع السيد تشانغ وانغ يونغ كينغ رئيس بلدية كزيان. ثم كان حفل عشاء SRCIC تكرم فيه عدنان الأصار بلقب الرئيس الفخري لغرفة طريق الحرير للتجارة الدولية. وبكزيان كانت زيارة الصرح التجاري بمنطقة تانغ ويست ماركت اللي أعطته الصين اسم مركز عدنان وعادل الأصار لطريق الحرير الثقافي. وقد قدم الأخوين أصار للـ SRCIC لوحات شرقية بتعود إلى 100 عام من الزمن لكبار الفنانين الأوروبيين اللي صوروا عصور تاريخية مختلفة بالبلدان العربية، فضلاً عن قطع فنية فينيقية من المتحف الوطني اللبناني. وبالنسبة للصينيين أتت تسمية المركز باسم الأخوين الأصار كمبادرة احتفاء بإسهاماتهم بتعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية، وكأول رجلي أعمال عربيين بيتعاملوا مع الصين الجديدة وبيفتحوا أبواب الصين بمجال التجارة مع العالم على مصراعيها.
ما بتكتمل الرحلة إلى جزيان من دون زيارة أسطورة جيش التراكوتا الصيني، جيش مصنوع من الطين، وحدة من عجائب الدنيا السبع بالعالم. هناك التقى الأخوين قصار مع المزارع اللي اكتشف عن طريق الصدفة هذا المعلم المذهل من الإبداع. وبعد سلسلة اجتماعات بجزيان عقدوها الأخوين قصار مع كبار المسؤولين، توجهوا إلى بكين والتقوا برئيس الدولة السيد وانغ زينغ واي ونائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، حيث نقل السيد عدنان القصار دعوة رسمية من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لزيارة لبنان كمركز استراتيجي لمبادرة الحزام والطريق. الموضوع ذاته تم التناول فيه بلقاء الأخوين قصار مع السيدة ليك جاولين رئيسة الجمعية الصينية للصداقة مع الدول الأجنبية، والسيد جانغ جينغ واي رئيس الجمعية. ومع استمرار المناقشات بمستقبل العلاقات اللبنانية الصينية، أنهى الأخوين قصار رحلتهم إلى الصين، عائدين إلى وطنهم لدرس الخطوات التالية اللي من شأنها أنه تأثر إيجابياً على اقتصاد لبنان والمنطقة إذا تمت الخطة وفق مسارها. الوقت وحده هو الكفيل بأنه يكشف اللي بيحمل المستقبل، والأخوين قصار مستمرين بعملهم لجني ثمار الرحلة إلى الصين، حيث عم بكرسوا علاقاتهم استراتيجية لخدمة لبنان وخلق علاقات ذات المنفعة المتبادلة مع جمهورية الصين الشعبية.